الجميع يعلم أن العراق يمر بأزمة جفاف غير مسبوقة أدت إلى حرمان الآلاف في بعض مناطق الأنبار من مياه الشرب التي هي أبسط حق. منطقة العنقور تعاني من أزمة عطش نتيجة جفاف جزء من بحيرة الحبانية. ماذا عن خطوات وزارة المياه في هذا الإطار لمعالجة هذه المشكلة؟ نعم، فيما يخص يعني مدينة الأنبار، محافظة الأنبار ومدينة رمايه تحديدا، هذه هي محافظتي أنا، يعني أصلا محافظة العزيزة، وأنا أنحدر من هذه المحافظة أنا وعائلتي. الإشكالية أن هذه المحافظة هي تتغذى حصرا على نهر الفرات، وبالتالي إرادة نهر الفرات في هذه الأيام إرادة متدنية، يعني تكاد تكون أقل من 25% من الإيرادات الطبيعية المفروض تأتي بنهر الفرات. و لكن يعني هنالك اجراءات فعلت اتخذتها الوزاره، يعني اليوم يعني تمت مباشره باجراءات فاعله، ازاله التجاوزات، تطبيق نظام توزيعات سياسه مياه مراشنه عادله، حفر الابار بهذه المنطقه للمساهمه في التخفيف من هذا الجانب. فضلا يعني فضلا عن انه يعني من خلال قناتكم الكريمه قناه الفلوجه اللي هي قناه يعني سباقه وداخله لكل بيوت المحافظات العراقيه بما فيها محافظه الانبار، يعني ادعو انه الى ترشيد استهلاك المياه في وبالتالي ضمان انه مشاركه المياه في قسمه عادله بين يعني المسار نهر الفرات ضمن يعني الحدود الجغرافيه لمدينه محافظه الانبار. شكرا جزيلا لك دكتور خالد شمال، المتحدث الرسمي باسم وزاره الموارد المائيه، كنت معنا من بغداد. شكرا.